الآن يخطط لدرنا لضربها يعني، وقنوات ورؤوس الفتنة والأعلام المضاد يعني يحشد ويكذب ويفتري يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لضرب أهلنا في درنا. أو كما سمعت يا شيخنا من هذا الأخير هذا سالم بن بنغازي يقول الدواعش في درنا، يعني بالله عليك يا شيخنا تفضل رد عليها. والله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما قال تعالى سبحانه وتعالى. هذا إذا كان يعني هذا مبلغ علمه، وإذا كان يريد أن يشوش فهذه مسألة. ثم إن وجود نفر أو نفرين هذه مسألة، هذا في كل مكان لا يحكم به حتى لا نعمم. وأنا قلت من قبل إن الأمة الإسلامية إنما تتجرع اليوم ما تتجرعه من الفتنة ومن الحروب ومن الدماء هو بتخليها عن شرع الله وبتفريطها في نصرة أهل فلسطين وفي تعاملها بالربا في الأمور العامة، وبالخصوص تركنا أهل فلسطين لليهود وأعنا اليهود عليهم، فالله تعالى جلب لنا حصارا كحصارهم وألما كألمهم ودماء كدمائهم وضيقا كضيقهم، حتى الدول التي لم تقم فيها ثورات كتركيا ومثلا والسعودية أدخلتا على رغم أنوف ما في هذه الحروب وكأن فيها ثورة. وأخشى من الله سبحانه وتعالى أن يعاقب بلداننا في ليبيا بتقصيرها عن أهلنا في ديرنا، لا ننصرهم فيأتينا الحال في ديارنا وفي بلداتنا. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يفرج كربهم. ومن فرج عن مؤمن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم أمين يا رب. بدليل الخطاب بمفهوم المخالفة يعني ومن ضيق عليهم ضيق الله عليه. وأهل درنا الناس لا يريدون أن يفهموا، هم الذين أخرجوا الدواعش والذي يحارب الدواعش هو الدواعش، هذوما يراد لهم أن يبقوا للاستفادة منهم. الآن في دول في تركيا وروسيا نعم. تقول أن أمريكا تحافظ على البقية المتبقية منهم في العراق وفي سوريا. نعم المسألة خطيرة راهي. نعم فحتى أنا في أوامر للعسكر لا تقربوا هؤلاء حتى يصلوا إلى سرت، حتى مصراتة يعني تستنزف، وحتى الليبيون يستنزفوا، وحتى يقتل بعضهم بعضا، هذه فتن. فهذا كلام لا يقوم على ساق. ونسأل الله تعالى أن يكشف كربتهم وأن ينفس كربتهم وأن ينفس كربة أهلنا في غزة وأن ينفس كربتنا في علمائنا. الكربة الكبيرة في العلماء يا سيدي، لما يطلع لك عالم يقول لك أنا على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، ما عرفتش أي سلفا وما عرفتش أي كتاب، يقول لك حماس منظمة إرهابية. الإمكان الوحيد الذي يقاتل اليهود واليهود منهم في رعب، وترى تصريحاتهم اليوم الآن ضيقوا على قطر وضيقوا عليهم بعد ذلك حتى يقبلوا بما يقبلون به اليوم. وترى الآن المباحثات كلها في سلاح المقاومة، سلاح حماس. طبعا إذا أعطي للسلطة معناه وعليكم السلام، هذا اليوم المنشود لليهود، وإذا لم يعطوه قاطعوهم وربما قاتلوهم. واستعدت دول غربية دفعت المال من قبل، استعدت أن تذهب إلى غزة وتقاتل المسلمين. علماء الأمة مجمعون على كفر من ناصر غير المسلمين على المسلمين.
ابحثوا في كتباء وكتب علماء الإسلام وفيما أفتوا به. من أعان الكافرين ماديا ومعنويا على المسلمين يحكم علماء الإسلام بكفر، لا أنا. فمن أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة نعم. خطيرة. نعم. وموت الفجأة يأخذ الناس كل يوم. شوف بالله عليك الأيام في موت الفجأة، إما سقطة قلبية وإما بالضي وإما بالبحر، يا إما بواحد طايش يسكك بمصيبة أو يترصدك خاطئ أو يترصدك مفتون أو يترصدك بائع هوًا أو بائع دين أو عبد مأمور لأجندة الله أعلم بها كالتي امتدت إلى نادر رحمه الله تعالى وإلى غيره. اللهم اغفر له. فتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. طيب شيخنا، وكما قال ربي لعلكم تفلحون.